يتمى يتيم خلاص. مال اليتيم هذا مال النبي. يتيم هو سيدي محمد. يبقى انت مديت يدك على حاجة ما حقتك تنتمي الى يتيم. استلقى وعد اول حاجة مديت يدك على حاجة ما حقتك. حاجة ثانية رضيت انك تاكل مال اليتيم فانت على طول كده استعديت سيدي محمد لك ماله لك حقه. خلاص عاد رضيت بالحرام ولا تقربوا مال اليتيم. الامر بعدم الاقتراب بالاقتراب اللي هو لا تقربوا هذه الشجرة صح؟ انت شايفها لا تروح جنبها لا تاخدها وتحطها في جيبك تاكل وتشرب منها. لا اله الا الله هذا اسمه اعتداء اسمه ظلم هذا اسمه حرام. قال لك اللي خلقك يا قال لك هيا عبادي لقد حرمت الظلم